مشاهدينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وإليكم الموجز. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر أبو بكر حجر إن السودان تواجهه تحديات كبيرة، لا سيما تنفيذ اتفاق جبال السلام، مؤكدا قدرة الشعب على توحيد الصف والكلمة لمواجهة التحديات تحقيقا لشعارات ثورة ديسمبر المجيدة. وأوضح خلال مخاطبته أمس مواطني إدارية خزان جديد بمحلية شعرية بولاية شرق دارفور إن تحقيق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد تعد إحدى مسؤوليات الحكومة، وأضاف من واجبنا توفير كل الحقوق للمتأثرين بالحرب مع التمييز الإيجابي لهم لما عانوه من ظلم وتهميش لفترة طويلة، وذلك دون التعدي على حقوق المواطنين الآخرين. تفقد والي شمال دارفور نمير محمد عبد الرحمن أول أمس قرى الحارة شرق والحارة غرب ومنطقة شوبا الأثرية وجلدما التابعة لمحلية كبكابية. وقال الوالي لدى مخاطبته تجمعات المواطنين بتلك القرى إن زيارته والوفد المرافق له تجيء بغرض التعرف والإطمئنان على الأحوال العامة للمواطنين والوقوف على سير تقديم الخدمات الأساسية لهم، مجددا عزم حكومته على بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون والاستمرار في تعزيز عملية الأمن والاستقرار وتحقيق المزيد من التنمية. بدأت بمحلية الجبلين بولاية النيل الأبيض عمليات المسح الوطني للفقر متعدد الأبعاد للعام 2022-2023، والذي ينفذه الجهاز المركزي للإحصاء بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقال مراقب فريق الجهاز الإحصائي أو الجهاز المركزي للإحصاء بمحليات القطاع الجنوبي إبراهيم عباس محمد إن المسح يشمل كل محليات الولاية عبر فريقي عمل، ويستهدف 98 منطقة ومقابلة 2260 أسرة. وفي محلية الجبلين يستهدف المسح 16 منطقة ومقابلة 400 أسرة. هنأ ممثل المدير التنفيذي لمحلية أبو حمد عبد الرحمن علي مواطني مقرات والقرى المجاورة بوصول شبكات المياه لمحطة مياه مقرات، وقال إن هذه المحطة تمثل الحل الجذري لمياه الشرب بقرى الجزيرة والقرى المجاورة، وأعلن إن العمل في المحطة يمضي بصورة طيبة وسيكتمل في النصف الثاني من هذا العام. نهاية الموجز، في أمان الله.